ليه؟ يعني ده انت عارف سمعت الموضوع ده يا حمد صح؟ كتير كتير. كل ما حد يقابله كتير. انت جاي من كوكب اليابان. انا عايز اقول لحضرتك برضو اليابانيين بيقولوا انتوا جايين من كوكب مثلا مصر. فعلا يعني انا اتقال لي يعني كده في هم المدرسه. شايفيننا كده في نظرهم احنا كوكب مصر. يعني اولا الله. حضاره طبعا على اعلى مستوى. لو سالت اي حد ياباني وخاصه الكبار في السن يقول لك انا اتمنى قبل ما اموت ازور مصر. يعني دي حاجة فعلا. عندهم زي يعني بيحبوا جدا مصر في التاريخ، بيحبوا جدا في العلاقات، في يعني حتى يمكن مصر ليها جو مختلف شوية عن الدول التانية. ايوه. يمكن أنا شغلي معاهم لما اشتغلت معاهم فترة وديت يعني حاجات قوي في المجتمع عندهم وظهرت بمظهر كويس، ابتدت العلاقات يعني تتحسن أكتر وأكتر الحمد لله. طبعا حمد برضو بيعمل حاجات كويسة عن مصر. طب حمد، انت اصحابك اللي في سنك لما بيقولوا لك احنا عايزين نيجي مصر بيبقوا عايزين يجوا ليه؟ يعني ايه اكتر حاجة بيبقوا عايزين يجوا عشانها؟ طبعا كله عايزين نشوف اهرامات، طبعا عشان الاهرامات طبعا، عشان دي نمرة اهرامات واحد. طبعا. وانا بيقول انا بحب اكل مصري، الاكل عشان اكل مصري، عشان كده انا بيقول لصاحبي يعني اكل مصري يعني تحفة تحفة تحفة. جدا. يعني انتوا في اليابان التست بتاعكوا في الاكل المصري حلو. يعني احنا يمكن لما بنيجي ناكل السوشي مثلا اول مرة بنبقى بنستغربه، هم لما بيجوا ياكلوا الملوخية اول مرة بتعجبهم ولا مش؟ لا يعني شكل ملوخية استغرب من شكل من ملوخية، يعني شكله اخضر اخضر لون اخضر، اخضر يعني يعني. لون اخضر استغربوا يعني. من اللون بس لما بيدوقوا بقى بينبهروا. بينبهر يعني حمد طب يعني من انت بتعزم اصحابك عندك في البيت على اكل مصري، اكل مين مصري. اللي بيطبخ بقى، بابا ولا ماما الاكل المصري؟ بابا طبعا. انت بتعرف تطبخ؟ طبعا. عالم جليل يا جماعة، بصوا يا شباب ويا رجالة ما تزعلوش مني، هو عالم جليل بيخش المطبخ وبيطبخ. بتطبخ ايه؟ يعني عايز اقول لحضرتك يعني الموقف نفسه او الغربه نفسها بتعلم حاجات كتير قوي. دي ممكن من ضمن برضه رسائل للشباب، لان انت لما تروح صحيح. في شباب بيبقى يعني منطوي على التقاليد بتاعته وجايب معاه شنطه، يعني شنطتين، شنطه اكل ايوه. وشنطه ملابس. فهو اللي حصل معايا بالظبط، تخيل حضرتك ان انا قاعد في جزيره، اقرب مسجد او اقرب عربي ليا كان 9 ساعات بالعربيه. يا فانا خبر. كنت انا المركز العربي او المركز المصري الوحيد اللي الناس عايزه تسال حاجه عن مصر. طب عايزين ناكل الاكل المصري، يعني انا ما اعرفش اعمل، طب اعمل ايه؟ فبتدي تتعلم، افتكر الحاجات بتاع ماما اللي كانت بتعملها في البيت. كنت يعني بتعمل ايه يعني؟ بتكلمها مثلا في في التليفون محشي، ولا في بتخش على اليوتيوب لا ولا؟ يعني كنت بحاول بجرب الاول، يعني انا اسف طبعا. كلام ما بيننا جرب. كلام ما بيننا كلام ما بيننا اوكي. كنت بجرب فيهم بس الحمد لله يعني كانت تجارب حلوه، يعني ما كنتش اوكي. بعمل حاجات يعني كل يوم like another spice. نحط مثلا حاجات جديده، فطبق جديد، فاهم، الملوخيه، محشي، كشري، كل الفته في المواسم طبعا، المولد النبوي، حاجات حلويات. فكل الحاجات دي خلاص بقى يعني بقى عندي شغف ان انا اعملها علشان في ناس طالباها، في كلتشر يعني محتاجين يعرفوا الحاجات دي. انا مبسوطه قوي ان انت يعني بتنقل ثقافتنا، يعني حتى المطبخ المصري نقلت. طب وبعدين رحت بقى اليابان حضرتك والمدام واستقرته هناك، ايه الصعوبات اللي واجهتك؟ اكتر حاجه كانت فعلا حسيت ان هي صعبه اللغه. اللغه فعلا اللغه كانت صعبه قوي. ليه؟ لان هو يعني ماما حمد اسمها سناي، سناي سناي، واسمها بالعربي بتقولوا التحية بالياباني ازاي عشان اسلم عليها؟ كونيتشيوا اكونيتشيوا كونيتشيوا سناي سان كونيتشيوا سناي. اوكي نايس وندرفول. فسناي يعني في اول ما يعني مع بعض يعني كان هي بتتكلم انجليزي كويس قوي، باباها بيتكلم انجليزي، فانا توقعت ان كل اليابانيين هيكلم بيتكلموا انجليش، انجليزي. فانا رايح بقى مش لازم اعرف ياباني. وانا كنت رايح لفتره صغيره يعني، فروحت لقيت حماتي طبعا يعني زعلانه على بنتها، عايزه تقعد معاك فتره طويله وبتتكلم حاجات انا مش فاهمها، يعني بتتكلم ياباني مش فاهم. الله اعلم بقى دي بتتكلم عليا ولا لا بس بتتكلم. شكلها كان يعني زعلانه شويه يعني. ف يعني كانت صعبه بالنسبه لي، دي كانت اول يعني مشكله عندي، فكان لازم اتعلم اللغه باسرع وقت، لان يعني حماتي بتقول لي بنتي هتقعد معايا سنه وانت ترجع وانت لوحدك. عايز تدافع عن نفسك وتعبر عن نفسك. فقلت لها لا انا هقعد مع يعني مع سنعي زي ما ضحت وجات عندي في مصر، انا برضو هقعد معاها.